أهلا وسهلا أعزائي المشاهدين، مرة ثانية نرجع وياكم بالجزء الثاني أو تكملة المحاضرة اللي بعنوان التكنيك المعزول يبطئ من تطوير كرة القدم. نرجع من حيث ما انتهينا أو بالسلايد الأخير. طبعا كرة القدم هي حركة الجسم تلعب دور تماما بشكل كبير جدا، تختلف عن الألعاب الأخرى. أنا دائما أو أعطيت مثال خاص بالجمناستيك حتى أفرق لكم بنسبة كبيرة ما بين لاعب كرة القدم شنو يحتاج وأيضا لاعب الجمناستيك شنو يحتاج، أي إحنا وين نتجه بالعملية التدريبية. إن اللاعبين بحياتهم كلها مثل ما قلنا ما راح يمررون بشكل مشابه 100% لمرتين متتاليتين، لأن الظروف المحيطة واللاعبين المنافسين دائما مختلفين. ناخذ مثال، لاعب جمناستيك يحتاج إلى سلوك تكنيكي مثالي متكرر، وهذا السلوك دائما يكرره بشكل متواصل في كل مرة، بينما لاعب كرة القدم في كل مرة يحتاج إلى تكنيك متغير دوما، مثلا حركة زاوية القدم، اتجاه جسم المنافس، المكان اللي يوقف فيه. كل هذه الأمور تؤدي إلى استخراج تكنيك مغاير عن التكنيك السابق. إذن الفرق بين تدريب لاعب كرة القدم بمواقف حقيقية يكون، وبين تدريب معزول هو بين الشواخص. أي التدريب المعزول هو يكون تكنيك فقط بدون تكنيك اللعب. نروح هنا سؤال نسأله، اللاعب اللي يقوم بالدحرجة بين الشواخص هل سيقوم بأداء تكنيك متغير خاص بمهارات اللعبة أم يقوم بأداء تكنيك ثابت متكرر؟ هذا السؤال إلكم وراح أجاوب عليه بعد أن نشوف هذا الفيديو. شوف اللاعب هنا يقوم بالدحرجة بين الشواخص. السؤال هو هل اللاعب يقوم بتكنيك متغير أو ثابت؟ مثل ما تلاحظون دخول من بين الشواخص، اللاعب ماخذ عملية حركة آلية يعرف إذا دخل الشخص من اليمين بعد ما يخرج يدخل من اليسار وكذلك. هنا التمرين اللي نشوفه اللاعب ده يقوم بأداء تكنيك ثابت متكرر، وهذا الشيء ما يحدث عندنا بلعبة كرة القدم في اللعب الحقيقي، بينما احنا نحتاج الى تكنيك متغير خاص بمهارات اللعبه واللي هو يساعدنا في عمليه اتخاذ القرار. مثل ما نلاحظ هنا اللاعب يقوم بالتمرين بدون اتخاذ قرار، يعني اللاعب هو مستسلم، اول ما يطلع من الجانب يعرف، يعني اتخذ قرار مسبقا لمره واحده انه يدخل من اليمين ويطلع اليسرى، يدخل من اليمين ويطلع من اليسرى وصولا الى النهايه، وهذا هو القرار الوحيد اللي اتخذه. بينما في اللعب المتغير اللي راح نجي له بعد ما نشوف هذا الفيديو، شوف هنا فرق ما بين تكنيك ثابت وما بين تكنيك متغير. راح نشوف التكنيك الثابت. شوف اللاعبين هنا التكنيك ثابت، لا يوجد هنالك اي اتخاذ للقرار. لاعب يجي يفتر ويعرف وتعلمها مره واحده اتخذ بها قرار، والمره الثانيه خلاص صارت عاليه. بينما هنا نشوف في عمليه اللعب حارس المرمى اتخذ قرار، الزميل اتخذ قرار، الزميل الاخر اتخذ قرار وين يركض، اي اتجاه. عمليه يعني محاكاة أو التواصل ما بين اللاعبين هو أيضا اتخاذ قرارات من أجل استقبال الكرة. شوف اللاعب هنا عملية التمرير، بالتأكيد بالتأكيد عملية اللعب عشوائية، عملية اللعب غير مشذبة، هنالك كثير من الكرات المقطوعة، وهذا بسبب قلة أو ضعف المهارات أو ضعف الاستيعاب الذهني للاعبين. لكن نشوف احنا اللاعبين يتخذون قرارات. شوف هنا أنا ملعب صغير وايضا هنا ملعب مقسم الملعب، وهاي طبعا من خلال تجربتي الشخصية
خلال المعايشات اللي قمتها في ألمانيا ودراستي، شهدت أن أهم ما يميز التدريب في ألمانيا هي تدريبات اللعب بأعمار مبكرة صغيرة، بينما في عندنا في العراق نشوف أكثر التدريبات هي تدريبات معزولة وغير خاصة باللعب ومتكررة وثابتة، بينما تدريبات اللعب هي اللي تصنع لاعبين بمستوى عالي وبعمر مبكر بشكل أفضل. نروح إلى التدريب، نشرح بشكل مفصل أكثر. هو التدريب المعزول يستند على الآراء الشخصية. كيف يستند على الآراء الشخصية؟ خلينا يعني بناء على التحليل، بعد ما نروح ندخل إلى دقائق الأمور. في التكنيك في كرة القدم هو تنفيذ القرار مثل ما قلنا في بداية المحاضرة الأولى، والذي لا يمكن تدريبه إلا في حالات لعب كرة قدم أو مواقف لعب. يعني تنفيذ القرار هو يحتاج أنه ندربه بمواقف لعب حقيقية. ليش؟ من أجل أنه يكون تكنيك اللاعب تكنيك خاص باللعب، يعني فوتبول لانجويج، لغة كرة القدم، وهذا يتعين على اللاعبين في اتخاذ قرارات. في التدريب المعزول الذي يكون بدون منافسين، واللاعب ليس عليه أن يقوم باتخاذ قرار في أي حالة من حالات اللعب، مثل ما قلت أنه اللاعب يجي ما بين الشواخص فقط ما يتخذ قرارات، فاللاعب لا يمارس التدريب وفق عملية اتخاذ القرار، لكنه يقوم فقط بتنفيذ التكنيك، لأنه فقط راح يركض يدحرج الكرة، وهنا أنا فقط قام بتكنيك المعزول خارج عن المباراة، بعيدا عن المباراة. وبعبارة أخرى، أن اللاعب لا يقوم بتطوير تكنيك كرة القدم على الرغم من التحليل الفلسفي. طبعا أكو آراء مناقضة لهذا الكلام اللي أنا دا أتكلمه. هنالك آراء توجد في أعلى جميع أنحاء المدربون لكرة القدم يلتزمون بالتدريب التكنيكي المعزول على أساس رأيهم الشخصي، يقول لك إنه هذا يطور الدحرجة، إنه هذا يطور التهديف، إنه هذا يطور إلى آخره. وهم يعتقدون أن الأطفال يجب أن يبدأوا بتدريبات التكنيك بطريقة معزولة قبل أن يتمكنوا من القيام بتدريب كرة القدم أكثر تعقيدا. طبعا هنا أنا مقارنة بسيطة ما بين التدريب التكنيكي المرتبط بالمباراة والتدريب التكنيكي المعزول. خلينا نشوف النقطة الأولى، هي محيط متغير وهنا أنا محيط ثابت. الأداة الكرة متحركة الاثنين. الهدف في التدريب التكنيكي المرتبط بالمباراة الهدف ثابت إضافة إلى متحرك، بينما التدريب التكنيكي المعزول الهدف ثابت وأيضا في بعض الأحيان يكون متحرك. إذا كان مرمى راح يكون ثابت، إذا كان لاعب زميل راح يكون متحرك، إذا كان لاعب زميل ثابت أو أيضا متحرك. جسم اللاعب متحرك، هنا الجسم متحرك. اللاعب لا يعرف متى يظهر المثير، وهذه هي الأهم. هنا يوجد مثير واحد معروف مسبقا، بينما في التدريب التكنيكي اللاعب يستخدم التوقع، التنبؤ، الانتباه، الحدس، التصور، بينما اللاعب لا يستخدم هذه الأمور كلها، فقط هو اتخذ قرار وما يحتاج أي شيء يتخذه بعد. الخبرات السابقة مهملة، عفوا، مهمة للتعامل مع المواقف. الخبرات السابقة غير مهمة للتعامل مع المواقف. ليش؟ لأنه هو عنده موقف واحد في التدريب التكنيكي المعزول، موقف واحد ويعالجه، مهمة واحدة. هنا في التدريب المرتبط بالمباراة يقوم اللاعب باتخاذ قرارات كل وقت التدريب. اللاعب يتخذ قرار واحد أو اتخاذ قرار مسبقا. التدريب التكنيكي المرتبط بالمباراة وهو تدريبات اللعب واقعية، التدريب التكنيكي غير واقعية. التدريب المعزول خفيف الحمل لمعظم اللاعبين. خلينا نشوف ليش خفيف الحمل. فقط تخيل لاعبين من 8 إلى 10 سنوات يلعبون بعدد 8 ضد 1، يعني مجموعة لاعبين، عندك 8 لاعبين تلعبهم 8 ضد 1 في كامل الملعب. شو تعتقد المدافع راح يفعل بعد 30 أو 60 ثانية؟ أكيد راح يستسلم وراح يضوج وراح يبعد لما يقدر يقطع الكرة. هذا التمرين بسيط
المناولة وهو تمرين خفيف الحمل، لاعبين لا يتنافسون بنشوف، والنتيجة هم انه لا يطورون مناولاتهم. ليش؟ لان 8 ضد 1 ما راح تتطور عندك المناولة يعني. واذا كان 8 ضد 1 تمرين بسيط، لماذا المدرب يقوم بالتدريبات التكنيكية المعزولة؟ يعني اذا انت عندك تقدر تسوي 8 ضد 2، 8 ضد 3، ليش تسوي تدريبات معزولة؟ ان التدريب المعزول 4 ضد 0 هو اقل بساطة أكثر خفة من ناحية الحمل التدريبي مقارنة مع 8 ضد 2. يعني إذا نشوف الصورة ما بين رقم 1 ورقم 2، نشوف أنه الصورة أو التمرين في رقم في الصورة رقم 1 الحمل التدريبي هنا أعلى من الحمل التدريبي في الصورة رقم 2. يجب علينا تطوير 8 ضد 1 إلى تمرين أكثر واقعية وصعوبة ويكون مناسب لقدرات اللاعبين، وهذا يمكن نقلل عدد اللاعبين المهاجمين من 8 إلى 6 و5، وممكن نلعب 5 ضد 2 أو 4 ضد 2 أو 2 ضد 1 إذا كان من مستويات عليا. في جميع التأديلات يحصل اللاعبين على مساحة ووقت أقل للتحكم بالكرة، وهذا اللي يخلي اللاعبين يتخذون قرارات بشكل أسرع بشكل أهم وتحت الضغط. سيكون أقرب هذا اللعب إلى المباراة ويجعله موقف تحدي واتخاذ للقرارات. سؤال: متى ندرب اللاعبين على تدريب التكنيك المعزول؟ طبعا تدريب التكنيك المعزول هو استثناء عن القاعدة التكنيك، يعني راح أتكلم بشكل مبسط أنه يعني اللاعبين اللي يخسرون كرات بشكل بسيط جدا أو مبتدئين جدا يكون التدريب التكنيك المعزول مناسب لهم، من مثل تطوير الركل بالكرة والاستلام والتسليم، الأساسيات البسيطة جدا يتعلمها. من المهم أن نبدأ بالتدريب التكنيكي المعزول، وهذا مثلا موقف 6 ضد 1 أو موقف أكثر تطلبا، وعلى هذا يتعلق بتدريب تكنيك كرة القدم. هنا نقدر ندرب تدريب تكنيك معزول بحالات معينة انه اللاعبين مبتدئين بشكل اساسي جدا او بشكل مبتدئ جدا، واللاعبين اذا شفناهم من نلعبهم مثلا 6 ضد 1 او مستوى فقدان الكرة عندهم بشكل كبير جدا، ممكن ان نبقى مع التدريب التكنيك المعزول. مثل إذا كانوا لاعبيك يخسرون الكرة بشكل كبير، يعني بشكل سهل في اللعب 8 ضد 2 أو اللعب 6 ضد 1 أو اللعب 5 ضد 1، هنا أنا أنصح أن تذهب إلى التدريب التكنيكي المعزول. هنا نستخدم التدريب التكنيكي المعزول في وفي أي وقت؟ طبعا هاي أسئلة مهمة أنا متأكد راح تسألوني إياها، ولهذا سويت إجابات عليها مع اللاعبين المبتدئين يخسرون الكرة في أبسط المواقف اللي قلناها. نقدر نسوي تدريبات معزولة في عمليات الإحماء، لكن أنا أفضل أنه في عمليات الإحماء أنه نبدي في تدريب معزول وننهي في تدريبات مباراة. في التدريب الفردي لزيادة نقاط القوة ونقاط الضعف، تقليل نقاط الضعف، في التدريبات الأولية للتكنيك في بداية الوحدة التدريبية، ممكن من أجل تعليم شيء، من أجل زيادة الاستيعاب، وأيضا في عمليات تأهيل اللاعبين اللي لاعبين اللي يرجعون من الإصابة. سؤال آخر: هل التدريب التكنيكي المعزول هو تدريب أساسي أم مساعد؟ هذا السؤال لكم وأتمنى تجاوبوني عليه في الكومنتات، وراح أجاوبكم عليه وأعطيكم رأيي بعد ما أشوف آراءكم، راح أعطيكم رأيي الخاص. هل التدريب التكنيكي المعزول هو تدريب أساسي أم مساعد؟ شكرا جزيلا، وألتقيكم في محاضرة أخرى وجزء آخر، وإن شاء الله تكون المحاضرة قد زادت من مفاهيمكم التدريبية والتعليمية. شكرا جزيلا.